السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا صفحة 45 بكتاب الطالب lesson 2 من unit 5. يقول لي have you ever stayed in a really unusual hotel؟ هل بقيت يوما أو هل أقمت يوما ما in a really unusual hotel، في فندق غير اعتيادي؟ هل حقا يعني كنت موجود في فندق غير اعتيادي؟ راح نشوف. يقول لي choose the correct meaning for each quiz question، اختار النهاية الصحيحة لكل سؤال اختباري. كويز اختبار بسيط، The Crazy Tourist Quiz، اختبار سائح مجنون. أعزائي هنا عندنا 1 2 3 4 لحد 8، وهنا لل H طبعا أنطيكم الحلول. خلي أنطيكم الحلول أعزائي مع ترجمتها، بس قبلها عندنا هذه Word Unusual، غير عادي. Cheated، خدعة. Destination، اتجاه أو وجهة. Strangest، الأغرب. Luxurious، مترف. Anywhere، في أي مكان. Excursions، نزهات، رحلات. Abroad، خارج البلد. Atmosphere، الجو العام. طيب هذا الحل أعزائي، أنطيكم إياه الحل هذا، بس بعدين نرجع على الشرح. هذه شوية نكبرها. أعزائي هذه. Have you ever stayed in a really، لحظة أعزائي، a really unusual hotel؟ دي إذن الوان هنا عندنا راح تكون على دي، الوان راح تكون على دي اللي هي محلولة. طيب نروح على ال 2. Have you ever camped on، هل أنت خيمت أو عسكرت يوما؟ جي a beach، أوكي. Have you ever flown، هل أنت في يوم طرت أو سافرت in helicopter؟ Have you ever seen sightseeing in لحظة أعزائي، هذه راح تكون، هذه تكون بال F، الخمسة تكون B، أوكي، ستة H، أوكي، سبعة راح تكون E، وثمانية راح تكون A، وهكذا. يعني الاستعجال للسرعة، هذا بالنسبة لهذه أعزائي. بعد الحل أكو عندنا ظروف تكون مع، طبعا أنتوا درستوا المضارع التام، المضارع present perfect مع simple، الفاعل ياخذ has و have زائد تصريف ثالث للفعل، اوكي بي بي. لكن عندنا بعض الظروف اللي هي شنو؟ عندنا ever، never، just، already، yet، حيث تستخدم هذه الكلمات مع المضارع تم وكما يلي. طيب ever تستخدم مع الجمله الاستفهاميه، جمله السؤال، والجمله الاعتياديه الايجابيه المثمده ال ever، اوكي. have you ever smoked، هل انت في يوم دخنت او دخنت في حياتك؟ smoked، yes I have ever smoked، okay. تستخدم مع الجملة الاستفهامية والجملة الاعتيادية الإيجابية. never تستخدم مع الجملة المنفية السلبية. no I haven't I no I have never smoked. yes she has played football. okay. just تستخدم مع التعبير عن حدث انتهى حديثا. طبعا أعزائي، طبعا موقع هنا، الموقع طبعا دائما قبل الفعل، الفعل الرئيسي، لان عندنا اعزائي عندنا الفاعل وعندنا هاز وهاف، هاي الافعال المساعده، وعندنا هذا الايفر، طبعا هاي كلها ظروف ادفيربس تجي مع زمن المضارع التام. البي بي هو التصريف، الفعل تصريف ثالث، اوكي. طيب موقعها وين يكون؟ لاحظوا اعزائي الايفر تكون قبل الفعل الرئيسي، ايفر، نيفر، اوكي نيفر، وهكذا. جاست استعمل كما مكتوب، just إلى آخره، already، وهكذا. تقدرون تشوفوها، اليات تستعمل بالأخير آخر الجملة وتكون الجملة استفهامية، أوكي. طيب هذا حليناه أعزائي، هذا بعد أن حلينا هذا اللي هو بهذه الصفحة. يقول لي take turns talking about answering questions، اعمل بالتناوب بالتعاقب، تسأل وتجيب عن هاي أسئلة الاختبار، ثم قم بحل تمارين in the activity book، يعني هذا فد نشاط يصير عندك، اوكي. حاول هذه الجمل وهي على المضارع البريزنت بيرفكت تام اعزائي الطلبه، اوكي. يعني مثلا هذه طبعا تقدر انت تشوفها وتنقلها، مثلا بالنسبه الى، يعني هاي شلون، يعني انطيكم اياها بالنسبه لهذه النشاط، انطيكم اياها هذا جاهز تقدرون تنقلوه اعزائي. اوكي يس اي هاف ستيد، هاي مثلا يساله ويجيب، يعني سؤال بالتناوب بيناتكم اعزائي، اوكي. هذه تقدرون توقفون الفيديو وتنقلوها
هاي الثمان جمل وكيفية السؤال والإجابة عليها. أوكي أعزائي. Answer one. It took 6 hours. Okay, we will speak it in Arabic. يستغرق الأمر 6 ساعات من لندن إلى واشنطن. الطعام الطعام مريع أو فظيع، لكن الأفلام هي أوكي على ما يرام. أنا شاهدت 2 ونمت بقية الوقت. 2 ألقي النظرة عليهم أنهم مملوءون بالصور الملونة للفنادق الفخمة الغالية على الشاطئ والأمكنة الجميلة لزيارتها in the area في المنطقة. طيب 3 on the first day في اليوم الأول كان هناك جيب تريب رحلة بسيارة جيب مثلا to the desert إلى الصحراء. وفي اليوم التالي كان هناك رحلة to سوق 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 شعبي. On the third day في اليوم الثالث كان هناك رحلة إلى سباق الجمال. 4 the waiters were terrible. waiters النادلون القرصان جمع نادل waiters were terrible كانوا فظيعين. They are really slow هم كانوا حقا بطيئين. وأحدهم سكب السوب الحساء على قميصي. 5 there are candles and flowers every candles there were candles كان هناك شموع وأزهار في كل مكان. and والموسيقى كانت رائعة والناس كانوا حقا ودودين دائما ومبتهجين. إنه مكان حيث يمكنكم دائما أن تشعروا بشعور طيب. 6 there are plenty to do there هناك الكثير لكي تفعله هناك. جولف الجولف الجولف ليس جولف جولف لعبة الجولف والتنس وركوب الموج والجولات ووكس جولات. 7 what shall I book for next week ما الذي يجب أن أحجزه للأسبوع التالي. A hotel فندق أو shelf curtain apartment أو شقة ذاتية الخدمة. أوكي ننتقل أعزائي إلى كتاب النشاط عندنا بالليسن 2. طبعا هنا يقول لي ليسن، طبعا هنا أكو ملف صوتي عندنا هنا. طبعا هذني الكلمات أنا مترجمهن، بس تقدر الترجمة موجودة بس أقرأ لك الأفضل. accommodation activities at the atmosphere brochures excursions the flight the service. أوكي هذني حسب النص اللي موجود. طيب هنا عندنا هذا الـ present perfect simple هذا المضارع التام مع ever و never. إن شاء الله إذا أجا مجال نشرحه بالتفصيل أو تقدرون تشوفون يعني مشروح مع هذه. write true sentence about never أكتب جمل حقيقية تعلق بـ never about you حولك وحول عائلتك وأصدقائك. شوف هسه هذه هنا كلمة خلط. I've never ridden I've never ridden an elephant أنا لم يعني أبدا ما أركب الفيل. My sister has never held a scorpion أختي أبدا ما يعني سبق لها أن أمسكت ب scorpion عقرب. هنا طبعا My brother has never played a game أخي لم يلعب لعبة مطلقا. I have never eaten a Turkish food لم أكل أبدا طعام تركي. I've never been to Britain لم أكن أبدا في تركيا في بريطانيا. I've never swum in the sea أبدا لم أسبح أنا في البحر. زين هنا طبعا أكتب كل كلمة في كل فراغ بعد هاي المحادثة. Okay 2 years ago Karam organized a trip to on his birthday قبل سنتين مضت كرم رتب أو نظم رحلة في عيد ميلاده. Have you ever camped in the desert؟ هل سبق لك أن خيمت في الصحراء؟ It was great كان رائعا. We made a fire and we cooked the whole sheep سوينا نار وطبخنا الخروف بأكمله. I really enjoyed أنا حقا استمتعت به. Lucky you يا لك من محظوظ. I've never done that أنا لم يعني أقم بذلك أبدا. But I like to لكن يرغب بذلك. When did you go متى سوف متى ذهبت.
Oh, I remember I wanted to go on that or أذهب but I couldn't لكنني لم أستطع. What was it like? كيف يبدو الأمر؟ Yes, I have. Okay, هنا أعزائي طبعا هاي بتسويها يعني بالترتيب الصحيح. Okay, طيب شوف هسه هنا هاي الحلول. Have you ever camped in the desert? شوف هاي الترجمة. Yes, I have. Lucky you, I've never done that. But I'd like to. When did you go? I ترجمت الجواب. 2 years ago, Karam organized a trip on his birthday. Oh, I remember I wanted to go on that, but I couldn't. What was it like? It was great. We made a fire and cooked the whole sheep. I really enjoyed it. Okay, شوف هاي هنا كتبناها بالترتيب الصحيح وترجمتها جوا. اوكي هذا الموضوع ان شاء الله نشرحه او تلقوا مشروح. زين ننتقل للصفحة الاخرى هذه هنا. Complete the responses. اكمل الاجابات using just لاخره يت الى هذه. When did you would you like a cup of coffee؟ ترجمتها اعزائي هنا موجودة. No, thanks. I've just had one. Does Samira know about the meeting? I'm sorry, I haven't told her yet. Would you like to come to see the new film with us? Thanks for asking, but I have already seen it. Can you borrow that book after? Can I borrow that book after you? Here you are, I have just finished it. Look at that notes, look at the notes board. There is an advert for English courses. I know, I have already seen it. If you see Khalid, can you ask him about tonight? He can come, I have already asked him. اوكي يا اعزائي هسه هذا انتهى. انتهى اعزائي. طبعا ترجمتها ماكو داعي اقرا لك بالعربي اللي هي يعني مترجمها كلها. تقبلوا تحياتي، التقيكم في درس قادم والى اللقاء.